سجلت إذن مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة جالما حالة ملاريا، وحسب مصدر من المصلحة فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 25 سنة، ظهرت عليه أعراض المرض من ارتفاع شديد للحمى، والشاب ينحدر من بلدية هليوبوليس بولاية جالما، وكان قد تنقل لمناصرة الخضر شهر أكتوبر الماضي في بوركينا فاسو. لمزيد من التفاصيل تلتحق بنا عبر الهاتف مراسلتنا من جالما فاطمة الزهرة شماخ. أهلا بك فاطمة. صباح الخير هارون، أهلا أعزائي المشاهدين. إذن لو نلقي الضوء على هذه أو حيثيات هذا الخبر، يعني حالة جديدة للملاريا مرة أخرى تسجل في جالما. إذن فاطمة، هل هي الحالة الأولى في جالما وكيف أحوال هذا الشاب؟ نعم زميلي هارون، حيث التحق هذا الشاب أول أمس الاثنين بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة جالما. كان في حالة تم الاشتباه في حالته بالإصابة بفيروس الملاريا، وتم التكفل به بعد وإجراء التحاليل اللازمة عليه، أين ثبت إصابته بفيروس الملاريا، وتعتبر هذه الحالة أول حالة مؤكدة على مستوى ولاية جالما. مستشفى ابن زهر أعلن حالة من الطوارئ تجاه هذه الحالة، وتم عزل المريض في غرفة خاصة أين تلقى كل الأدوية اللازمة، والآن هو في غرفة نعم. بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة جالما. نعم، إذا المريض فاطمة تنقل رفقة الخضر إلى واغادوغو هكذا. نعم، وحسب مصادرنا فإن الشاب يشتغل كأستاذ للرياضة، وكان قد تنقل شهر أكتوبر الماضي برفقة بعثة الخضر لمناصرة الفريق الوطني في بوركينا فاسو في اللقاء الذي جمعه شهر أكتوبر الماضي قبل أن يتم اكتشاف حالة إصابته بالملاريا. نعم، يبدو أنه نقل المرض من واغادوغو نعم إلى حسب ما جالما يبدو. هكذا. نعم، شكرا لك فاطمة الزهراء على كل هذه الإيضاحات. العفو سيدي الهرم. شرعت إذن السلطات المحلية لولاية غردايا في عملية تنظيف وتطهير شاملة على طول مجرى واد مزاب ورش المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض الناقل لوباء الملاريا في المنطقة، في انتظار انطلاق عملية الكشف الجماعي عن كل الأفارقة المتواجدين بولاية غردايا. المزيد مع عاصم بخاري. عملية محاربة اليرقات والحشرات بالتنسيق مع مصالح البلدية، مكتب حفظ الصحة بالإشراف من مكتب حفظ الصحة ورشاد الجزاء البيضاء والإدماج المهني على طول واد ميزاب. العملية الثانية إن شاء الله بالتنسيق مع مصالح الصحة ودائم النشاط الاجتماعي ومكتب حفظ الصحة البلدي، راح ثاني ننطلقوا في عملية واسعة باسمها إحصاء جميع الأفارقة وأخذ عينات من دمهم راغوتي فاس للتأكد من عدم إصابتهم. عثر صباح اليوم بعض المواطنين على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مرمية بجوار العمارات السكنية لحي الوئام بمدينة تبسة، أين تم إبلاغ مصالح الأمن والحماية المدنية؟ وبعد الإجراءات القانونية تم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى تبسة، فيما تواصل مصالح الأمن تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث بين فرضية الانتحار أو جريمة ارتكبها جنات. لا تزال العشرات من المحلات الخاصة بدعم تشغيل الشباب التي أقرها رئيس الجمهورية والتي سميت بمحلات الرئيس لا تزال مغلقة أو غير مجسدة، وذلك عبر أغلب البلديات المنتشرة عبر تراب ولايات الوطن، حيث تعاني الإهمال التسيب وكذلك كما قلنا الإهمال. المزيد من التفاصيل مع شوقي علاك ووردة أقشيش. سال الكثير من الحبر حول محلات رئيس الجمهورية التي تعرضت إلى الإهمال عوض أن تسلم إلى الشباب البطال الذي يتذوق مرارة البطالة وقلة فرص العمل، ولا زال السيناريو متواصلا عبر العديد من ولايات الوطن.
ما أنجز من هذا البرنامج ما يوصلش 30%، وهنا ممكن المسؤولية الكبيرة تعق على عاتق البلديات اللي ما كانتش في مستوى هذه المشاريع. طبعا هذا أيضا مشكل كبير، لأن لما يكون عندك محلات غير مستغلة يكون رك معتها ربح ضائع، سواء ربح ضائع في الجانب المادي بالنسبة للتجار أو ربح ضائع في مجال عدد اللي ممكن يتوظفوا من سوق الموازية باش يروحوا للسوق التجارية المنظمة. الأمر الآخر أن هذه المحلات المغلقة ممكن تستغل في أشياء أخرى، ونفس الشيء يخص المحلات والمساحات التجارية الغير مستغلة سواء التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية التي تبقى تشكل فراغا توظيفي راجع إلى صعوبة التسوية الإدارية بسبب البيروقراطية. المحلات هذه المغلوقة واللي هي تصنف على حالتين، الحالة اللي هي تابعة للخواص واللي هي معروفة عند العام سواء مولاها توفى الله يرحمه وخلى ورطه، ولكن ما تفهموش باش يفتحوا المحلات هذه وصبحت وكرا للاوساخ وللحشرات وشوهت حتى المدينه في حد ذاتها. كادره تستعب يعني اعباء يد عامله كبيره، مثل اسواق الفلاح اللي ما زالت مغلوقه على سبيل المثال، تاع ديدوش مراد الفوق مغلوق، مثل تاع لاندي تاكس اللي في ميسوني لاي مغلوقه، عندنا المطبعه اللي في خليفه ابو خلفه تاع الاسناد اللي راهي مغلوقه. هذه المحلات التي ابتلعت مبالغ مالية ضخمة أغلبها لم ينجز، وما أنجز لم يوزع، وما وزع كان بالمحسوبية. تبقى محلات رئيس الجمهورية أماكن مهجورة تنتظر تحرك المعنيين بالأمر. احتفالات الجزائريين بتأهل المنتخب الوطني حملت معها حوادث بالجملة أدت إلى تجسيد أو تسجيل خسائر مادية وبشرية نتيجة السرعة أو التهور، وكما يبين هذا الفيديو الذي انتشر عبر شبكة الانترنت ويظهر فيه انقلاب شاحنة تحمل عدد كبير من الأنصار بسبب السرعة الفائقة والحمولة الثقيلة، ويبدو أن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الشباب وحتى الأطفال كما تبينه هاته اللقطات. عرفت إذن احتفال تأهل المنتخب الوطني بورقلة كذلك تسجيل عديد الحوادث من جراء السرعة المفرطة من طرف بعض السائقين وصعود أعداد هائلة من الشباب على شاحنة نقل البضائع، نتج عنها إصابات في وسط أزيد من 100 شخص بجروح متفاوتة، وهناك من أجريت لهم عمليات جراحية بسبب هذه الإصابات كما تبينه هذه اللقطات التي عاد بها الأخضر ذيب. إلى ذات الشأن، إلى تأثيرات تأهل المنتخب الوطني الجزائري لمونديال البرازيل على الجالية وذوي الأصول الجزائرية بالمهجر، حيث كشفت سكرتيرة الدولة السابقة للشباب والحياة المجتمعية في حكومة فرانسوا فيون الفرنسية جانيت بوغراب خلال استضافتها بحصة خاصة